فنان العرب محمد عبده يستعد للمشاركة في مهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 26 والذي يفتتح بعرض أوبريت فرحة وطن غدا في المملكة. وأيضا من أخبارنا حفل الفنان ماجد المهندس والفنانة إليسا في دبي يشعل حماسة الجمهور. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. يستعد فنان العرب محمد عبده للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 26 الذي يفتتح بعرض أوبريت فرحة وطن غدا في السعودية، إلى جانب الفنان رابح صقر، عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد وعباس إبراهيم. الجنادرية طبعا بيحكي عادة لها خط معين بنمشي عليه، اللي هو تاريخ المملكة، حضارتها، تقاليدها، عاداتها، الحديث عن رؤوس رموز المملكة اللي مسكوا من تأسيس لغاية الملك عبد الله. هذا وقد أحيا فنان العرب حفلا ناجحا في دبي ضمن نشاطات المدينة الترفيهية والفنية، والتي تتضمن عروضات وحفلات غنائية لعدد كبير من الفنانين العرب. أقول أنا بين أحبابي وأصحابي وأصدقائي وأخواني، والليلة كمان الجماهير إن شاء الله بتستنانا في ليلة غير مألوفة بالنسبة للحضور في دبي، خصوصا انها بتقام في صالة مثل القاهرة مثل بيروت. فنتمنى ايضا ان دبي تاخذ نصيب كبير ايضا من الحفلات حقت الصيف وحقت العطلات السنوية. قدمنا سنجل قبل 10 ايام نزل على الاف ام، اللي هو نجمي ونجمك اتفق.